ربنا يا رب يحفظه ويسلمه يا رب، ويسلم كل اهلنا واطفالنا في غزه، لانه طبعا استشهاد عدد كبير جدا. احنا بنتكلم على حوالي 1000 شهيد فقط من الاطفال. اللي بتتكلم عنه عم وائل، استاذ وائل، اللي بتتكلم عنه استاذ وائل نقطه مهمه جدا، الحاله النفسيه. انا بشكر التلفزيون المصري، انا بشكر كل الاخوان في مصر وفي جميع الدول العربيه. يعني انا ما يقارب 3 مليون مصري كلموني، والحمد لله طمنوا علي، والحمد لله ساعدوني ودعموني معنويا. انا بدي منكم انتم تسندونا معنويا، كونوا جنبنا، صبرونا انتوا برضو اهلنا، والدعاء دائما لنا. قلوبنا كلها معاكم ومع اهلنا في غزه. عايز بس اكلمك في حته مهمه جدا. انت بتقول لي ان هو بقاله كام يوم، يعني وده شيء طبيعي جدا انه ما بيتكلمش ويفقد النطق، وده حال اي حد يشوف، مش طفل بس، يشوف اللي بيحصل. اي انسان يعني عنده ضمير وبيشوف الاهوال، اهوال الحرب دي، هيفقد النطق تماما. الحاله النفسيه بتتعاملوا معاه ازاي، خصوصا هو طفل؟ ربنا يحميه ويحفظه يا رب، ويحفظ اطفالنا كلهم. يعني ازاي بتخرجوا من الحاله النفسيه دي ازاي؟ انا هتعامل معاه، بس انا برضه مش مختص نفسي، انا لازم اوديه على طبعا دكتور، محتاج نفسي يعني دكتور نفسي عشان هو اللي يقدر يتفاهم معاه. في الظروف دي مش متوافر في النهار، هو بيكون في الظروف طبيعي في النهار، لكن لما في الليل والعتمه ويكون قاطع النور بمرق يعني في نوبات عصبيه صعبه، كوابيس، صواريخ، بضل يحلم حاجات غريبه. وفي الظروف دي يا استاذ وائل طبعا ما فيش توافر لاخصائيين ودكاتره نفسيين، يعني اكيد طبعا مش موجودين. اكيد، ما انت بتعرف الوضع في غزه، انت بتعرف الوضع في غزه. انا بناشد من عبر التلفزيون، فبناشد كل الدكاتره وكل المختصين في هذا المجال انهم يقدموا لي المساعده. يعني احنا بنضم صوتنا لصوت حضرتك، اكيد مش بس لمحمد، لاطفال كتير اعتقد، حتى الاطفال والكبار. والله يا استاذ وائل، انا مستعد ان انا اسافر في مصر، مستعد ان انا اسافر في مع مصر، مستعد ان انا اجيبه على مصر عشان اقدر اعالجه. يعني احنا بكل تاكيد اعتقد انه اذا كان الوضع صعب علينا احنا، فما بالك مش بس بالاطفال، حتى بالكبار اللي موجودين في قطاع غزه. استاذ وائل، حضرتك عندك كم ابن تاني او كم طفل تاني غير محمد؟ انا عندي نافذ ومحمد، هم توأم. طب يعني انا عايز اسال سؤال فعلا. يعني استاذ وائل، الحقيقه احنا شايفين تربيه اطفالنا في قطاع غزه، يعني احنا شايفين قد ايه حتى الاطفال الصغيرين، الحقيقه مش عايزه اقول اطفال، هم ابطال. انتوا بتقولوا لهم ايه وهم صغيرين؟ بتحكي لهم القصه، بتقولوا لهم ايه؟ احنا الاطفال الصغار احنا بنعلمهم ان هذه ارضنا، انه هذا بلدنا، هذا وطننا، فلازم ندافع عنه. لما نموت بنموت شهداء، بنروح عند ربنا في الجنه، اين نصبرهم؟ احنا لما نموت بنموت شهداء، وبنموت بنروح عند ربنا في الجنه، بس اين تصبر اطفالنا؟ اطفالنا محتفلين عند ربنا وصابرين. والله يا استاذ وائل، احنا اللي بنتعلم منكم، الحقيقه احنا بنتعلم منكم دروس الصمود والعزه والصبر والجلد. انتوا اللي بتعلمونا، يعني غزه غزه برجالها وبنسائها واطفالها بيعلمونا الحقيقه كل لحظه، مش كل يوم بس، كل لحظه بتمر من بدايه الحرب دروس ما تتنسيش ابدا. يعني الحمد لله. الصوره دي العالم شايفها ازاي؟ انا برضو بسال سؤال، يعني صوره محمد وغيره، يعني من الاف الاطفال انا بقولك انا بقول لك يعني محمد يعني هو مش اصعب حاله مرت، او مش اصعب طفل تعرض لهيك موقف، لكن سبحان الله محمد محبوب جدا. ومحمد يعني صورته اخذت، والفيديو تبعه اخذ صدى عالمي على السوشيال ميديا، والحمد لله يعني خلص سبحان الله. يمكن ربنا بده يشكره لمحمد، وربنا بده يوصل صوته لكل العالم، الاسلامي والعربي والاجنبي، لكل العالم. يعني يا استاذ وائل، الحقيقه حضرتك بتقول انه بتقول لنا دلوقتي انه الشعب المصري بيساندنا، والشعب المصري معانا، والشعب المصري بيتعلم منكم. الشعب المصري لو زي ما حضرتك بتقول مؤمن بالقضية وبيساند، فهو بيستمد القوة منكم. انتوا بالنسبة لنا انتوا رمز الصمود، انتوا رمز الصبر، انتوا رمز الجلد. لما بنشوف أب بيودع ابنه وبيقول الحمد لله واحتسبه شهيد وقدم التاني والتالت، أعتقد انه مفيش مثال أكبر من ده. يعني مفيش حاجة تاني ممكن تتقال. احنا معاكم قلبا وقالبا طول عمرنا، وهنفضل ومكملين معاكم يا استاذ وائل. كل واحد فينا بيقدم اللي يقدر عليه فعلا.
طول الوقت احنا حتى بنحاول ننقل صوتكم، لان هو ده الصوت اللي لازم يتنقل، وده الصوت اللي لازم يتسمع، ودي قصه اللي لازم تتحكي. صحيح محمد، فكره ان حتى اول ما حد، اول ما الممرض زي ما تابعنا في الفيديو ده، اول ما حضنه يعني شايفين الرعب والفزع والخوف على وش طفل. حقيقة اول ما الممرض حضنه، صحيح، ازاي الطفل عيط؟ الحقيقه يعني جمانه انه عيون محمد دي بتفضح العالم كله صراحه. يعني احنا المشهد اللي احنا شايفينه وصوره محمد بتفضح العالم كله. ضمير العالم فين؟ الكلام بقى عن حقوق الانسان، طب فين حقوق الاطفال؟ مش احنا كل شويه بنقول حقوق الانسان، حقوق الطفل الفلسطيني اللي يستحق الحياه كما اي طفل في الدنيا، حياه طبيعيه كريمه. الطفل لازم يعيش حياه زي غيره من الاطفال. الطفل الاسرائيلي مش احسن منه، الطفل اللي موجود في الارض الثانيه دي مش احسن من الطفل الفلسطيني. فالمشهد مشهد فاضح للعالم، فاضح للناس، وكل واحد بيتابع تعبيرات وش محمد اظن لو عنده ذره من الانسانيه وذره من الاحساس بالاخر هيعرف ان احنا امام جريمه مكتمله الاركان. اسرائيل فعلا بترتكب جريمه بقالها 13 او 14 يوم، داخلين في الاسبوع الثالث، جريمه تستهدف الاطفال بشكل مباشر. عداد او حصيله القتلى او الشهداء في فلسطين نسبه كبيره جدا منهم الاطفال. احنا بنتكلم على تجاوزه من 800 ل 1000 طفل فقط، عدد كبير من النساء. طب هم دول ما لهمش علاقه بالحرب، يعني الابرياء والمدنيين بالمواثيق والقوانين الدوليه والاخلاق، ونقدر نتكلم من هنا لبكره الصبح، ما لهمش اي علاقه بالحرب. ايه ذنب محمد؟ ايه ذنب اطفال فلسطين ان هم يعيشوا هذه الحاله اللي عمرها ما هتتنسي؟ اظن محمد لما يكبر، يعني عمره ما ينسى من ذاكرته مشهد القصف ولا حد هينسى.